ده اليورال كوبيتر فوسا. عندك هنا البايسبس مقطوعه اهي، تحتيها البراكيالز ماسل والدي مين، اخر حاجه لاكرا اللي هي كانت البراكيال برادينس. تمام، على هنا الارتر اللي ماشي النص ده خالص من فوق، هو في الارم يبقى عليه رقم 14 براكيال ارتر، نزل تحت بيوصل هنا يبقى رقم 17، ده الريدي الارتر. بيدي رقم 19 جوه هو الريدي الريكارنال ارتر، والدي مين رقم 16 جوه ده اللي هو السوبينيت الماسل. اذا بدنا جمس ايه الحته دي واضحه خالص، طالما الريدي الارتر ماشي جنب الريدي النير. تمام، ماشي جنب الريدي النيرف. وبعد كده عندك كان الميديان نيرف بينزل رقم 15 بينزل ويمشي من الرسيم بتاع البولنيتر تيز، فده السوبرفيشال هيد والديب هيد بتاعت مين البولنيتر تيز. تمام، بعد البولنيتر تيز ثواني ايدك كده ايدك انا مش خلاص، ده الكومن في الاكسر اوريجين. كان بعد البولنيتر تيز عندك الفيكسور كاربر ديالز رقم 5، وبعد كده فيكسور ديزورم رقم 10، وبعد كده فليكس كارب ارنال رقم مستنيين ده. بس ليه ورا 24 دي ترايسبس اكيد ترايسبس. انا متاكد من 23 6 كل واحد يضرب دماغه اللي هي في النص دي السوبينيه هنا يا عم السوبينيه ترمص. طيب امال رقم 24 دي 23 24 24 ترايسبس 23 23 الاكسنس والكارب ارنالز كلهم بس ورا سنس كاربر ديلس دونجس. بس تمام اللي هو دي ايه اللي هناك دي اللي هي مين دي ده خالص بس 9 تقريبا دي انا 80 سنه ده نير اللي هو ماشي 17 تقريبا كده الريدي النيك تمام في ورا 19 انا بس انا دي وبس الاول انا بصور الريدي اللي قرر ثاني تمام يبقى ده درس ده في المفروض تقسم ناحيتين بس مش باين قلنا نير ده ده نير مش عارف رقم 8 تقريبا الاخر يعني بريكير ارت من الناس 8 خلينا نكون نكون اسم مصر هو غلط النيرف ده كان